الانتهاكات التي تقوم بها من يوم تطبيق الهدنة، فقامت بعدة انتهاكات اتجاه المدنيين، فقامت بضرب المدنيين بشكل هستيري وعشوائي وفي كل المواقع، وقامت بتدمير عدد كبير من المنازل ومن المساجد، وقامت بقصف عدد من المدنيين وعدد من النازحين. وقد استشهد حوالي حتى يومنا هذا ما يقارب 16 مدني وإصابة ما يقارب 12 من المدنيين المواطنين بينهم نساء وأطفال. ونحن أمام مهزلة، ويجب أن يقف العالم أمام هذه المهزلة. ضربوا على المواطنين بسقف بشوائق، كل هذا الحوثي بالصبا الهون من الحديدة كملوا صحاب منظر كملوه من هانة، كل هذا من سبا الحوثي بتك لنا بيوت وخرب لنا بيوتاني، من هو ده يبدل حاب بيوتاني.